هذه الشيلة إهداء من المملكة العربية السعودية لكل جديد من أحمد الغنام التميمي ومحمد الغنام التميمي وعبد العزيز الغنام التميمي وشافي الغنام التميمي وسعيد فهيد الهاجري وضيدان القحطاني إلى الملازم فهد حسين بن مدغم الأحبابي وذلك بمناسبة ترقيته برتبة ملازم ألف ألف مبروك. رقينا على عليا الفخر فيك ياك حلان ألم جاد مبنية والأوطان محمية علم الله أنك فخر للدار والأوطان ورأس الرجال الوافية والسنافية ورأس الرجال الوافية والسنافية رقينا على عليا الفخر فيك ياك حلان ألم جاد مبنية والأوطان محمية علم الله أنك فخر للدار والأوطان ورأس الرجال الوافية والسنافية يا مجد شهاني في فهم ضابط الميدان لحق مزهاني جاد من صافي النية ترجى من أفراد يستاهل النشان يا صفات الرجولية فهد بن حسين المدغم المحزم المليان وين الحطاب نارهم دايم الحياة عليه الدهان مثل مثل السما الحسن عريب الكرامة في الخطوط الأمامية ولا الشيخ والنعم رزق ظهر في عشان أخذ ما انتبت حتى نصيته وطانية تباري كانت في مقامة الفتح والمعروف والطيب والإحسان خوان الشانة والمجد شر ومعالية هو السنة والمجد ولا الوفا صفا سموان المدغنة بتساعة الهية يلوك الفخر والتهنية والفعول يبان طوارئ المطن ضد الفعول العدائية رقينا على عليا الفخر فيك ياك حلان لم جاد مبنية يا مد الزهاني في فهم ضابط الميدان لحجم الزهاني جات من صافي النية ترجى ملازم رجل يستاهل النشان وقدع اتجاه يبنى الصفة الرجولية فهد بن حسين المدغم المحزم المليان من على الحطاب نارهم دايم الحية عليه التهاني مثل مثل السما الهتان عريب الكرامة في الخطوط الأمامية ولا الشيخ والنعم رزق مهر في عشان أخذ ما ارتبت حتى بسيطه وطارية تباري كنا تلفي مقامة غواويمان وبنت الفهد نرسل لها خير تهنية هذا الفتح والمعروف والطيب والإحسان خوان الشانة والمجد شر ومعالية هو السنة من مجد ولا الوفا سلطان سموال من غنى بتساعة الهية يلوك الفخر والتهنية والفعول من طواري وطمد الفعول العدائية الإهداء من عياله وبنت الوفا سلطان من أم العيال الخيلة والسنافية ليس الوحيدون ولكن الأقدم خبرة طويلة وإبداع.